كيف ببلش شهر آذار لمواليد السرطان؟ شهر مارس من عام 2024 والأسبوع الأول من هالشهر بتبلش مع أجواء جيدة جدا يا عزيزي حتى تتابع عملك بنجاح. أول يومين بيحملوا ظروف مؤاتية وبعض الاهتمام والتعاطي بجدية بموضوع منتج جدا. إذن حلو واحد يبلش الشهر مع وعود. الشأن المهني بيخضع لتأثيرات فلكية جيدة بتوعدك بالنجاح وبتاخدك إلى أبعد من مكانك الاعتيادي بين الأحد والتنين، بين الأحد ثلاثة والتنين أربعة. ولكن بالوقت نفسه بتضل بداية الشهر يلي بتخضع لتأثيرات كواكب بالجدي تصير بعض الانقلابات غير المحتملة. من قبل مين؟ من قبل بعض الشركات أو بعض الفاعلين بمؤسسة بتنتمي لها. أكتر شيء ممكن يصير هذا الموضوع بين التلاتة والخميس، تلاتة خمسة، الأربعة ستة، الخميس سبعة، وهالشيء فترة قاسية شوي عليك صدقني، شوي معاكسة. فإذا شعرت أنه في شيء زعجك لازم تتكيف مع الظروف وما تعترض ولا تعرض نفسك لبعض الملامة أو لقرارات بانتظار وقت أفضل للتفاعل. هالشيء أنت قادر عليه، ما تقلي لا. ما تترك العرائيل رغم هالشيء تلهيك عن مشاريعك، حاول تجمدها شوي حتى تمر هالفترة بسلام.